عايزك تجمع المؤمنين وتقول لهم ان مولاهم عايز يخطب فيهم خطبه مهمه. ارتاح يا سيدنا، كل المؤمنين عارفين ان سيدنا في خلوة. انا بأمرك. كان امل ان ننفذ الامر. وايه اللي يمنعك؟ مقامك الجديد. ايه هو مقام الجديد؟ سيدنا حسن الصباح ما بقاش مجرد شيخ قلعه الموت المرعب ولا حتى صاحب مفتاح الجنه. لا، ده بقى مقام كبير اكبر من ان يتخيله عقل. ايوه برزق، انا بقيت حاجه كبيره جدا. سيدنا اصبح مش هو الوسيط بيننا وبين مولانا الامام، لا، اصبح هو ومولانا الامام واحد. انا وقدم قصاد ده الكتير، قتلت ابنك، زوجتك، واحبابك، وصبرت على طيران وصعود ابنك الهادي للسماء. اتحملت اللي ما تحملوش مؤمن ولا ولي ولا يمكن نبي. ايوه، استحملت اللي ما فيش بشر يستحمله، وبقيت فوق البشر واتجسدت في كل معاني القداسه والعظمه لدرجه ان ما فيش حد يقدر يشوفني او يسمعني. صح، العيون ممكن تتحرق من نوره والنفوس اضعف من انها تتحمل ده. خلي وجودك ومقامك في ارواحهم الطف يا سيدنا. واضح كمان يا برزك ان انت مقامك كبير وغير عادي. خادم وعبد من عبيد سيدنا حسن الصباح. انت الوحيد من المؤمنين في الكون كله اللي قدر يشوف ويسمع ويتكلم مع حسن الصباح من غير ما اموته او يصعقه. انا صايم بقالي 3 شهور تقريبا، مش بنام، ولساني مشغول بالذكر والدعاء عشان اقدر اتحمل الوقت ده. لكن ازاي حسن الصباح بمقامه ده يبكي ويصرخ؟ سيدنا خلاص ما بقاش عنده فرق بين عالم الخيال وعالمنا، وتجلياتك في عالم الخيال والنوم ده شيء خارج حدود عقلنا وفهمنا. ايوه، ده شيء بينك وبين ربنا. يعني ممكن تكون بتبكي في عالم تحكم في عالمنا. ايوه، اوقات انا وبعض المؤمنين بنشوفك وبنسمعك وروحك بتتجسد قصادنا. انا عارف، وياما امرت واخترت من يوم اعتكافك واحنا نفذنا كل اوامرك. عظيم يا برزك، عظيم. بما اننا في عالم اليقظه، بلغ المؤمنين محبة اليوم. أوامر سيد برزك. أنا عاوزك تحكي لي قصة ابن رعاية الغنم اللي قتلتوه. الجنود ما ادولوش فرصة، أول ما قال كده ذبحوه. شفته وشه؟ أنا لا، لكن سبحان الله حتى الكدابين ليهم نصيب من كبتهم. الحراس بيقولوا ان وشه كان صوره من وش سيدنا. عن اذنك يا سيدنا،